حبي لطب الأسنان ابتدى بشكل مختلف. البداية كانت من الطفل الصغير اللي ممكن يقف قدام حتة حجر بالساعات يتفرج عليها ويتابعها وهي بتتحول لقطعة فنية مفيش زيها، قطعة ورا حكايات في كل تفاصيلها. الحكاية ان والدي كان نحات وده علمني كتير قوي في شغلي، علمني الصبر والتركيز اللي بيوصل لنتيجة مفيش زيها، خلاني اشوف ان الجمال الحقيقي في التفاصيل، التفاصيل اللي بتخلي كل واحد فينا مختلف وملوش زي. عشان كده كل ابتسامة بصممها بعتبرها قطعة فريدة بتحكي حكاية صاحبها وما ينفعش حد يقلدها. كل ابتسامة لازم تحكي حدوتة وراها حكاية بتعبر عن اللي بيضحكها. وبالرغم من اني حققت حلمي وعملت اكبر مركز لتجميل وزراعة الاسنان في مصر والوطن العربي، ورغم الرحلة الطويلة مع تصميم الاسنان وتجاربي مع ابتسامات مختلفة من معظم بلاد العالم على مدار 18 سنة، الى اني لسه بحن للمكان اللي والدي كان بينحك فيه. برتاح وبحس انه مساحتي الخاصة اللي بقدر ابدع فيها. في المكان ده كل فكرة بتتولد وكل تصميم بيبقى له وجود. بحس ان المكان ده بيعيشني حالة فن فريدة مع كل تصميم. المكان اللي فيه ذاكرت واخدت اعلى الشهادات والاوسمة في العالم. المكان اللي بدأت منه فكرة وايتي لطب الأسنان.